اولا هذه رسالة الى الحوثي. اليمن مش بلاد ابوك. هذه رسالة للحوثي. اليمن مش بلاد امك ولا بلاد ابوك. حتى انك تسمي مدينة اب مدينة قرداحي. اليمن مش بلد ابوك. ما هو قال قرداحي يبن. ايش قال قرداحي؟ قرداحي انه لبناني ايش؟ لانه لبناني من عرابين امك. لانه من عرابين امك. لانه من حزب الله سميت مدينة اب على اسم القرداحي. وحرام وطلاق ما تسمي اب على قرداحي. يا عميل يا مرتشي. يا خائن يا لص. يا سارق يا قاتل. ترفعوا صوره من اليمن وتسموا مدينة اب مدينة قرداحي. سمي صعدة مدينة قرداحي. ما اب بعيد عليك وعلى ابوك. بعيد عليك وعلى ابوك. وعلى امك. وحرام وطلاق لا تقع لك اخر يوم بد. لا نعمل عليك مسلوق لحم مسلوق. سمي قرداحي يدري صعدة. ما تجي عندي تدري بقرداحي انا قرداحتي امك انتاويه. هذه مدينة اب مدينة السجة. هذه اب مدينة السجة. ما لقيت اي مدينة تسمى قرداحي الا اب. صعدة. عندنا صعدة. سمي صعدة مدينة قرداحي. أدعو جميع أبناء اب إذا وضعت صورة لقرداحي بمدينة اب اعربوا كل عودي في داخل مدينة اب.